طالب في مدرسة صروح موطني الأهلية في محافظة بابل تعرض للضرب من قبل معلمته. هذه الحالة أي ضرب الطلاب تزداد في المدارس العراقية خاصة في الآونة الأخيرة. أهالي الطالب قالوا بأن المستثمر صاحب المدرسة لديه نفوذ ولا يستطيع أحد تقديم شكوى ضدهم. دعونا نتابع هذه الحالة في المقطع التالي. أخويا طالب صروح موطني، مدرسة صروح موطني الأهلية بصف الأول المتوسط. غلط بسيط هو مسويه أو ما مسويه، أخذته للإدارة، ضربته ضرب مبرح، يعني أذته حيل بشكل زين. أنت لما هو غلط أكو مثلا تزين على أهله أو تطيع عقوبة توبيخ، إحنا هذا المتعارف به بالمدارس. زين أنا مودي ابني المدرسة أهلية، إحنا مودين ولدنا المدرسة أهلية، قلنا شوية أحسن من المدارس الحكومية، يعني شوية أفضل، شو طلعت إنه بالمدارس الحكومية بعد أفضل من الأهلية. ناشد وزارة التربية أن تضع حد، ومديرية التربية بابل تضع حد، والخاص خصوصا الهاي صروح موطني. يعني اليوم احنا قلنا لكم هاي الحالة الثالثة اللي قاعدة تصير، والمستثمر يقول أنا ما أخاف من الجهات المعنية، أنا عندي من يسندني، وأكو صايرة قضيتين قبلنا والقضية منتهية بشكل غير رسمي، لا لجان تحقيقية ولا من خلال تأثير أطراف ومنتهية. احنا اليوم ناشد وزير التربية ومديرية التربية بابل أن تضع حد، وأمنا كبير بهم إن شاء الله. ديرة قامت تضرب بي وبي بالعودة، وبعدين طلعتنا أنا وولد ثاني للإدارة، وقامت هناك ما تضرب بينا. لما انكسرت العودة قالوا جيبوا لها غير عودة، وما ظلت تضرب بينا، كسرت العودة على يد ويد الثاني الوياي. وهاي منا أنا ورمت، وهاي منا ورمت، وهذا صبعي ما أقدر يوجعني مفصوخ هذا. حتى دوام قاعد أخاف دوام، لأن هي قامت تجي أيام، يعني ما حد يعرفها شو وقت تجي، ومن تجي تضرب بينا، تضل تضرب، وإحنا مدرسة أهلية يعني بفلوس.